السلام عليكم اخواتي الدايرين، عواشركم مباركه ورمضان كريم، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه وان شاء الله بالاجر الكبير والمغفره يا رب العالمين. هنا غادي ندير لكم واحد الوصفه ديال الرز، الرز البخاري. كيجي هذا الرز كيجي رائع رائع، ومشهورين به هما اصحاب الخليج هذا الرز البخاري. وغادي دابا نديروه بطريقه ديالنا ونحاولوا نطبقوا نفس المقادير اللي كيديروها في هذا الرز البخاري، يعني ما غاديش نغير المقادير ولكن بطريقتي الخاصه. المهم هنا عندي الرز هو نقعته شويه في الماء، رز البسمتي نقعته شويه واحد ربع سوايع في الماء وصفيتو. عندي هنا حمص كما تشاهدوا باش نستعملو كاع. عندي زبيب، عندي واحد البصله قطعتها هكا مشنفه، عندي لحمه البقر، عندي واحد ثلاث فصوص ديال الثوم، عندي الجزر، عندي هنا الزبده والكمون، عندي زيت بلدي زيت زيتون، وواحد البصله قطعتها على هذا الشكل، نص بصله وجوج بصلات درتهم هنا قطعتهم مشنفين. عندي هنا المطيشه يعني طحنتها مطيشه وهي طحنتها واحد ربعه. وعندي هنا نحتاج ثاني لاباط طوماط واللحمه. ودابا غادي نبداو على بركه الله، ما عندناش التوابل الرئيسيه والاساسيه هي الكمون واحد ملعقه ونص كبيره ديال الكمون، وعندي هنا واحد طرف زبده. ودابا غادي نبداو على بركه الله وطريات الحال الملحه. ودابا غادي نمشيو نبداو نقليو الحوايج ديالنا، غادي تتابعونا في الجهه الاخرى. اخواتي هنا في المقله درت واحد الكمون ديال الزبده، ودابا غادي نضيف عليه شويه ديال الكاروت ماشي ديالها كامله. الكاروت اللي شفتو نديرو حتى ندير فيها كميه كبيره شي هكا، والاخر غادي نخليه وغادي نحاولوا نبقاو نقلبوا هاد الكاروت ديالنا.
خواتي نفس المقلة اللي ندير اللحم ديالي. دابا غادي نزيدو الرز ديالنا.
ونخليه واحد 15 دقيقة. خواتي نحيدوا هذا الجزر، الزبيب، البصلة. باش نزوقوا بهم الطاسيات في الفوق. الرز ديالنا راه جاهز.